ثلاثين ليلة تربو أحمتك وتخشى عقابه ثم يجعلك فيه من العتقاء من النار. في أعطاء بلا حدود. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لكن كيف تصوم إيمانا واحتسابا؟ الناس في الصيام على ثلاث درجات. درجة العوام وهم الذين لا يفهمون من معنى الصيام إلا الامتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من أذان الفجر إلى أذان المغرب. هؤلاء ربما أسقطوا الفريضة عن أنفسهم، لكن الصيام الحقيقي شيء آخر. فانتقل أهل العلم إلى الدرجة الثانية وهي صوم الخواص أو الخصوص، وهو الذي تراجع فيه نفسك فتصوم عينك عن النظر إلى ما حرم الله، وأذنك عن سماع ما يغضب الله، ولسانك عن الغيبة والنميمة، وفمك عن أن يدخله حرام. تصوم صوما حقيقيا. ذلك أن امرأتين صامتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأعياهما الصيام إعياء شديدا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا بهما وأعطى كل واحدة منهما قدحا وقال لها قيئي فيه، فقالت كل واحدة حتى ملأت القدح من قيح وصديد ودم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله وهو الطعام والشراب، وأفطرتا على ما حرم الله. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس، فهذا ما أكلتا من لحوم الناس. يقول الحق سبحانه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا هو اغتياب الناس، وهذا هو الخوض في أعراض الناس. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا لم يحملك الصوم إلى التقوى التي هي جماع كل خير وكبح جماح كل شر، فهو صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك. فالصوم الحقيقي أن لا تصوم عن الحلال في النهار ثم تفطر على طعام من حرام بالليل، أو أن يداخلك الحرام، أو أن حالك لم يتغير. الصوم يعني حسن المراقبة لله، والمراقبة لا تتجزأ، ويمكن لك أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لا يمكن أن تخدع أو تخادع من لا تنفسه سنة ولا نوم. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
إذا كنت تخش في بيعك وشرائك، إذا كنت تطفف الكيل والميزان، إذا كنت تعتدي على حق جارك وحق لجارك، دخلت علي حدك وتجاوزت حدود الله وتزعم أنك صائم، لا والله. الصيام إذا لم تتعلم منه عرض الحقوق إلى أصحابها والوقوف عند الحلال وقول الحق والصدق، حتى قال أهل العلم الإيمان أن تقول الصدق مع صدقك أن الصدق قد يضرك، وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، لأنك تعلم أن الأمر كله لله، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك فأكثر إلا هو معهم. فهم الصحابة ذلك فعاقبوا الله حق المعاقبة. لما مر سيدنا عمر بن الخطاب ليلة بالمدينة يترقب أحوال الرعية، سمع امرأة تقول لابنتها: يا بني قومي فامسكي اللبن بالماء، أي اخلطيه بالماء. قالت: يا أمه، ألم تعلمي بعزمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قالت: وما عزمته؟ قال: أمر أن لا يشاب اللبن بالماء، أن لا يغش بالماء. قالت لها: يا بني، وأين عمر منك الآن؟ قالت البنت لبته بها: والله والله ما كنت لأطيعه في الملا، أي على الملا، وأعصيه في الخلا. إذ كان عمر قد غاب، فأين الذي لا يغفل ولا يذم ولا تأخذه سنة ولا نوم؟ وكان عمر واقفا يسمع، فعاد إلى أهله فقال لهم: امرأة صالحة لا تفوتنكم. فعاد في الصباح وخطب ابنة بائعة اللبن لابنه عاصم، فأنجبت بنتا، أنجبت خامس الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز. وليخشى الذين لو طاقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي يوم خرج ابنه عبد الله في سفر، فمروا على راعي فطلبوا منه سقيا حليب، ثم قال له سيدنا عبد الله بن عمر، قال سيدنا عبد الله للراعي: بعنا شاة من هذه الغنم نذبحها ونرضيها ونأكل منها ونعطيك ثمنها. فقال له: ما أنا إلا عبد أجير عند صاحب الغنم، وليس لي سلطة التصرف أو البيع. قال له: وماذا يصنع وماذا يصنع صاحب الغنم إن أكلها الذئب؟ وماذا يصنع صاحب الغنم إن أكلها الذئب؟ فقال له: يا هذا،
إن كان قد غاب صاحب الغنم فأين الله؟ فانطلق سيدنا عبد الله بن عمر وهو يبكي ويرفع يده ويقول: قال الراعي وأين الله؟ قال الراعي وأين الله؟ فلما ذهب إلى المدينة أرسل إلى صاحب الغنم فاشترى العبد الذي كان يرعى الغنم واشترى الغنم من صاحبها ووهب له الغنم جزاء خشيته لله عز وجل. هذا هو الصوم، وهذا ما يمكن أن تتعلمه من الصوم. ما كنت لأطيعه في الملأ توهم الناس أنك صائم، تمتنع أمامهم عن الطعام والشراب، ثم إذا ما خلوت بينك وبين نفسك كنت غير ذلك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. لا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما يخفى عليه يغيب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لحسن طاعته وخشيته ومراقبته. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. وفي السماء رزقكم وما توعدون،
فرب السماء والأرض له الحق. فرب السماء والأرض إنه لحق. مثل أنكم تطبقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق حق للسائل والمحروم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما أرزقناهم ينفقون. رمضان شهر القيام، شهر الإنفاق، شهر الجود، شهر السخاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة الأعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوي. قل أيستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كفارة الخبيث؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وأخيراً أختم، من هذا الشهر الكريم شهر قوة وعمل، الصوم قوة لا ضعف. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يسخر ولا يجهل، وإن شاتمه أحد أو سببه فليقل إني صائم. إني صائم ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الصوم قوة وعمل وإنتاج. الصوم يزيدك قوة لتعمل وتنتج. لا يعرف البطالة ولا الكسل، هو شهر العزيمة والإرادة والقوة والصبر والنصر. وينبغي من السلبيات التي يقع فيها كثير من الناس الإسراف في الطعام والشراب وصنع ما لا يأكلون وقصر الولائم والعزومات على الأغنياء حتى خرجت عن كونها لله عند كثير من الناس إلى موائل المباهاة والمفاخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويطرق المساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. كان سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لزوجه: إذا طبخت طعاما فأكسريه، فإننا قد فككنا نصف القيد بالإيمان ونريد أن نفك النصف الآخر بالإطعام، حيث يقول سبحانه: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قال فككنا نصف السلسلة للإيمان ونريد أن نفك النصف الآخر بالإطعام. تسرف هنا وتقطع هناك، إصراف على موائدك وموائد أصدقائك للمباهاة والمفاخرة، وتقطيع وشح وبخل على المساكين والفقراء. ما هكذا نفهم الإسلام. سيأتي اليوم الذي نقف فيه بين يدي الله ويذهب عنك كل شيء إلا ما قدمت خالصا لوجهه. ساعتها سيقال لك يا ابن آدم يا ابن آدم، جاءوا ودفنوك، جاءوا ودفنوك وفي التراب وضعوك، وعادوا وتركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وما أصعب الدنيا، إن الدنيا قد أضبرت وآزمت بارتحال، وإن الآخرة قد أقبلت وآزمت بإقبال. فخذ بالدنيا لآخرتك، تربحهما جميعا، ولا تأخذ من آخرتك لدنياك فتخسرهما جميعا. فما الدنيا إلا كسوق امتلأ ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. وكان سيدنا نوح الذي عاش 1000 عام إلا 50 في الدعوة فقط بعد البعثة، قيل له يا نوح كيف وجدت الدنيا؟ قالت رجل بنى بيتا جعل له بابين، دخل من باب وخرج من باب. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما هي الدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كعاقل استظل في ظل شجرة ثم حركها. ويقول الآخر أين القرون الماضية؟ أين القرون الماضية؟ طارق المنازل خالية، لم يبق منهم بعدهم إلا العظام البالية. نسأل الله العلي العظيم أن يحسن خاتمتنا. اللهم احسن خاتمتنا واجعلنا في هذا الشهر العظيم الفضيل الكريم من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم وفقنا فيه للصيام حق الصيام وقيامه حق القيام والعمل والإمتاد للمطالة وللكسب. ونعوذ بك أن نكون فيه من المبذرين أو
ولا لنا ولا بيننا ضريبا الا سبيلا. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا ضريبا الا سبيلا. ولا لنا ميتا الا رحمته. ولا دينا الا سددته. ولا هما الا قربته. اللهم كفلنا بسترك في الدنيا والاخره. ولا تفضحنا في الدنيا ولا على رؤوس الاجسام يوم القيامه. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ورحمتك الواسعه. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. واسقنا عند الحوض بيد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا رفض بعدها ابدا. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله، ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم في الملأ الاعلى وتوبوا اليه دائما وصلوا وسلموا.